فهمت بقى يا معلم بكر احنا عايزينك في ايه؟ خلاص فهمت فهمت، بس الاول اطلبوا لي لبن. يا ابني دي رابع كوبايه لبن تشربها، انت بترضع؟ ايه يا عم هتنق على ولا يا الله اكبر؟ يا ابني مش بينق، هنجيب لك كوبايتين مش كوبايه واحده، بس اعرف بس الاول ايه المطلوب؟ خلاص انا عارف والله انا اعمل ايه، حاجه سهله جدا اقسم بالله، يعني هديله بالشبشب في دماغه، حاجه سهله بسيطه جدا اقسم بالله. هو مين ده اللي هتديله بالشبشب بدماغه؟ ده الراجل قد الجاموسه لو نفخ فيك هيموتك. يا عم غور ولا ما تالفش خطط، يا افهم ايه المطلوب منك بالظبط. المفروض ان انت تروح تسحل الراجل وابنها هيتصرف في الباقي. يوه ولو انها اول مهمه ليا، بس كان نفسي تكون اصعب من كده، بس ماشي استبينا. ممكن يا معلم بكر يعني ننجز عشان انتصار وحشتني قوي. طب واللبن؟ يا عم هجيب لك معزه كامله ترضع منها. ماشي ماشي يلا 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 تعال تعال. عيب ما تضربش يا عمو. ايه الطفل ده؟ تعالى يا بكتيريا تعالى، ما تخافش يا اب. انا بخاف من النبي يا عمو. هو فين؟ هو الراجل العجيب اللي هناك ده، الراجل التخين ده؟ اه. تخافش تخافش هجيب لك حق. تعالى معايا. لا لا يعني هات لي انت انتصار وانا هعمل اكني ببيع عيش. يا ابني ما تخافش يا ابني، انت ماشي مع بكر. تعالى ماليش دعوه، انا بخاف اقعد هنا اهو. ماشي بشوقك. السلام عليكم يا معلم. السلام ورحمة الله وبركاته. ينفع كده يا معلم؟ ساب مراتك قاعدة مع عبده السباك لوحدهم في الشقة. لا لا مراتي ماتت من زمان يا هار. قول يا هار. الحق يا معلم، أبوك بيموت في المستشفى يا معلم. أنا أبويا مات من زمان يا هار. قول من وش يا هار. الحق يا معلم، الزمالك جاب جوانا يا معلم، افرح يا معلم. يلا يا أهلاوي يا هار. ماليش في الزمالك يا هار. الحق يا معلم، محمد ماهر ينزل ألبوم جديد يا معلم. ما بحبوش يا هار. قول من وش يا هار. الحق يا معلم الحق، ابنك اتمسك ببنجو يا معلم. ما عنديش عيال يا هار. امال مين في البيت انت يا عم انت؟ انا قاعد لوحدي يا هار. فين يا هار؟ فين الشيشه يا هار؟ ايه اللي جابك هنا يا هار؟ معلش قول يا هار. الحق يا معلم، خالد جاله بوصيره يا معلم. انا خالد ما شفتوش من رمضان اللي فات يا هار. قول من وش يا هار. استغفر عظيم يا رب. يا ابني خد يا هار. يا ولد يا بك انتصار يا حبيبتي، وحشتيني وحشتيني يا ابوي وحشتيني. ينعم قبلك يا ظالم يا ظالم. يا الله حبيبتي.